حاصرت مجموعة من الشباب المحسوبين على جماهير النصر السعودي لكرة القدم اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط عقب نهاية لقاء النصر السعودي والسد القطري برسم ذهاب الدور ربع النهائي لدور أبطال آسيا. هذا وقامت هذه الفئة من الجماهير بمحاصرة أمرابط عقب خروجه من الملعب على متن سيارته الخاصة، حيث قاموا بتقبيل رأسه مقدمين له الشكر الجزيل على الأداء الرائع والمميز الذي ظهر به في المقابلة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن النصر السعودي انتزع الفوز على ضيفه السد القطري 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دور أبطال آسيا في كرة القدم، ليحقق الفريق السعودي فوزه الأول في مشاركته الأولى في هذا الدور من المسابقة القارية. أمرابط والله أحبك، أقسم بالله أحبك أمرابط، يلا والله إنك رجال أمرابط، علاش نخاف؟ علاش نخاف؟ يلا صير يلا علاش نخاف؟ أمرابط والله إنك رجال، سلمني على أمك اللي جابتك، شكرا بس والله إنك رجال، تكفى لا يروحون قطر أمرابط، تكفى أمرابط لا يروحون قطر، لا يروحون قطر أمرابط لا يروحون قطر، العيال أمرابط تكفى يلا صير أمرابط نبغاهم في قطر تكفى عندك اخويا شكرا قطر تكفى يا أمرابط ان شاء الله تكفى موت المغرب والله عبد علاش نخاف ما تخافش